لقاية وصراع لقاية ورموزي مهرجان اكسبو 2020 حيث المنافسات مع الشوط الرئيسي الاول قضيت وانتهت مع جمعة بن عتيق الرميثي لتعلن هذه المعركة لتعلن هذه البداية ليعلن هذا الصراع ليعلن هذا النزاع الخاص باللقاية لفئة القعدان 5 كيلومترات هي المسافة التي قررت من قبل اللجنة العليا المنظمة لسباقات الحجن برئاسة سعادتي عبد الله بن مبارك المهيري له جزيل الشكر والتقدير والعرفان والاحترام لما نراه ونسمعه من المشاركين من التنظيم من التسجيل من كل ما هو جميل في الوثبة. نبدأ مع المقدمة نبدأ مع الصراع نبدأ مع مرتاب مرتاب المزروعي مرتاب يقدم لنا مرتاب حمدان بن علي بن محمد المزروعي يقدم مرتاب على المقدمة المركز الثاني الوصول والقدوم من ثاني المراكز هنالك شعار شفيان بن سعيد بن علي العامري يقدم لنا ظبيان مع المركز الثاني قادم بكل قوة منضم مع المركز الثاني بينما المركز الثالث الوصول القدوم مع ثالث المراكز الوضيحي وحامد بن عبد الله الدرعي ولكن هنا الأطلس هو القادم ومعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي يقدم لنا الأطلس ومن يقود المحيط الأطلسي هادب بن عصان المنصوري يقدم لنا شعار بينما المركز الخامس القدوم الوصول مع خامس المراكز ثمين وحمدان بن عبد الله بن هزيم الشامسي يقدم لنا شعار العودة إلى مقدمة الشوط الله يا هذا التغيير إلى ظبيان العودة إلى مقدمة الشوط إلى ظبيان ظبيان مع المركز الأول وشفيان بن سعيد بن علي العامري يبي يشفي غليله يبي يشفي غليله باختطاف الرمز شفيان بن سعيد بن علي العامري القادم من أجل الرمز القادم من بوابة 11 بوابة للانتصارات بوابة للبطولات بوابة للرموز وللتواريخ المرصعة بالذهب ولكن من يحمل الرقم 10 من يحمل الرقم 10 هذا اللي بينه وبين الرموز 10 معالي علي بن حماد الشامسي يقدم لنا الأطلس الأطلس المنطلق بتاريخه بطولاته بشعاره الأطلس ومالكه معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي يقدمه الهداف هادب بن حصان المنصوري من القادم مع المركز الثاني أبناء السلطنة أبناء السلطنة يقدمون مكناس مكناس وصلكم بن السهران علي بن راشد ولد السهران سهران العمري يقدم لنا شعار المركز الثالث
القدوم من الوسمي مع المركز الثالث محفوظ بن خميس الجنيبي يقدم لنا الوسمي المركز الرابع. القدوم الوصول والانضمام من مشغل ومعالي علي بن حماد الشامسي يبحث عن الرمز، يبحث عن الرمز ما بين بن حماد ما بين بن السهران بن حماد وبن السهران، ولكن العلا 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 لها من سار على درب العلا، من يعشق العلالي معالي علي بن حماد الشامسي مع المركز الاول. من سار على الدرب وصل، من سار على الدرب وصل يا بن حماد يا بن حماد، ركز يا بن حصان، اخر الامتار اخر الامتار. الشامسي الشامسي وابن السهران، الشامسي وابن السهران، العاصمة ابو ظبي العاصمة ابو ظبي، وقت التحدي خلوا له ابو ظبي الرموز الى العاصمة الى العاصمة. معالي علي بن حماد الشامسي يظهر في اليوم الكبير، يظهر في اليوم القدير، لانه كبير ولد مع الرموز ويبقى مع الرموز. معالي علي بن حماد الشامسي مشكور يا هادف يا بن حصان يا المنصوري، من قدم لنا هذا البطل مشغل وهذه السلالة العريقة وهذا الاسم الكبير معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي، منتزعا الرمز الثاني في هذا المهرجان بعد رمز يوم الأمس والانتصار الكبير الذي رافقه في يوم الأمس ويوم اليوم وهذا اليوم. نعم تهانينا لك يا بن حماد على هذا الانتصار يا مالك هوى، قدم لنا مشغل بسبع دقائق وستة وعشرين وست أجزاء من الثاني. هادف بن عفصان المنصوري المضمر الذي لا يرضى إلا بالتوقيت الزمني الأفضل، سبع دقائق سبعة وعشرين وجزئين من الثانية، صاحب المركز الثاني مكناس. تهانينا لعلي بن راشد بن السهراني العمري على هذا الانتصار. المركز الثالث سبع دقائق ثمانية وعشرين بدون أجزاء من الثانية، رعد لسعود بن حمد الجديلي، بينما المركز الرابع سبع دقائق وتسعة وعشرين وسبع أجزاء من الثانية الوسمي لمحفوظ بن خميس الجنيبي، وخامس المراكز كان الوصول